قلد وطور وغير ووضع لمسته. الشيخ حمدي الزامل رحمه الله من هذه المدرسة، بداية كان يستمع ويقلد الشيخ مصطفى اسماعيل، وفجأة بدأ يبرز شخصيته وإحساسه. يبدأ بقرار بيات من الطبقة التي تناسبه، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يصعد للطبقة الرابعة مكان مقام الرصد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الشيخ حمدي الزامل رحمه الله كان له أسلوب نغمي فريد بسيط، نقدر نقول عليه السهل الممتنع، تشعر أنه يقرأ ببساطة، ولكن حينما تحاول أن تقلده أو تأخذ جملة نغمية منه تشعر أن الأمر صعب جدا. الشيخ حمدي الزامل يتنقل بين المقامات: الرصد، نهاوند، حجاز، سيكا، لا يترك مقام إلا واستخدمه وأبدع في جمله النغمية. قارئ يصل إلى القلب من أوسع أبوابه.